ضربت الطيارة كيماوي وهني كانوا بيعملون جايين على البيت، صارت العالم بالشوارع ما بقى يصيروا يخدموا يمون، ما جوا عيونهم عم تظهر مثل شو اسمه، ما عم بيشوفوا بعيونهم، ما بقى نحسن يتحرك، وطلعنا ما بقى نعرف شلون بدنا نطلع، ما بقى نعرف الاولاد بالشوارع، الزلم الختارة بالشوارع، لحتى الدجاج والحمام بالشوارع، الناس كلها صارت قاعدة بالشوارع ما حدا يصير يخرب عليها شيء لا كمان. أولادي عمال عم بيشتغلوا عمال، لا أنا إرهابي ولا مع النظام ولا مع حدا، أولادي عمال ما عم بيترزقوا الله مثل ما قال يجي خدمة لأولادهم، ما عندهم شيء يعيشوا منه، هذا اللي عندهم إيش عندهم؟ عم بيترزقوا الله لا من الإرهاب ولا من النظام ولا من حدا خالص. هل كان في نقطة عسكري في المكان؟ ما في لا نقطة عسكرية ولا في شيء ولا بشيء أنا عندنا بخان شيخون، ما في ولا نقطة عسكرية، ما في ولا عندنا إرهابي في قلب البلد، ما عندنا خالص ما عندنا في البلد، ما في عالم ما فيها شيء ما فيها الحبوب. ضرب مو على ضرب على المدني، كلها على المدني عم بتصير هذا القصف، كله على المدني. قصدي فيديو الروسي سواء ضرب نقاط على المدنيين، ما ضربت لا على سوار ولا ضرب على شيء، يعني نحن المدنيين يعني ترزق الله بدي اقدم لاولادي، عندي اربع اولاد بالضبط ضرب على المدنيين. شو بالضبط صار ضرب على المدنيين وضغط علينا مشان نطلع من البيوت ونهائي هجرنا. كيف تاثير عليك الكيماوي؟ ما عاد تصعد قدامي عريق عين شفاء، كلياتنا عايف حالي، هذا اللي صار فينا. يعني الشوفات اللي شفت ان حوالي بياثرني كثير، ما الواحد ما له نفس يحكي. هل رحت على المشفى ورجعت؟ رحت على المشفى والحمد لله ماشي حالي انا، وفي عالم كثير مصوبي. وين ملابسك؟ شقبيتي انا من الكيماوي. ضربت الطياره اولادي كانوا بالعمل، اجوا مثل ما قال ضربت الريحه بخشومون وقعوا، اخذناهم على المشفى عندنا بخان شيخون، قالوا له روحوا تحمموا وبعدين ارجعوا. رجعوا سحبنا وجينا، ضربت الطياره صارت تضرب الطياره كمان. ابن عمتي استشهد، في منهم شالوه كمان اسعاف على تركيا، ولسه ما اجوا كمان. وطلعنا بهدومنا، بس بدنا نطلع ونعرف شلون بدنا نطلع ما بقى نعرف. طلعنا بس هيك بس بدنا نوصل يعني ونطلع برا خان شيخون. انت وين كنت اثناء القصف؟ كنت في بيتي بخان شيخون. انت بيتك بعيد شقد عن بعيد شي 500 متر عني. انت ما تاثرت منه؟ والله شوي مو كثير انا. أنا كنت بارك هيك بمغارة. كم ولد لك في المشفى؟ الاثنين. شو وضعهم؟ شو وضعهم على الله ما بعرف لسه شيء عنهم. بدنا ينيمون هلا هونيك، راحوا من الصبح على أساس بدنا ينام هونيك. المشفى عطمي هون؟ إيه المشفى هوني. إمتى جيت لهون؟ جيت امبارح. في ضل حدا بخان شيخون؟ والله ما تم قليل ما بعرف، ما تم قليل، أنا بس بدي أطلع. دبرت سيارة وطلعت بس بدي اطلع ما بعرف شو بدي اطلع، طيران عم يضرب الروسي ومجود الشبط على خان شيخون. وين بدنا نرجع؟ وين بدنا نبرك يعني؟ عايش بدنا نبرك؟ إذا طلعنا برواحنا.